مرض السرطان من عدة نواحي هو الأهم والأخطر، وحتى له تأثير نفسي اجتماعي على المريض نفسه وعلى حتى الناس اللي محيطين بالمريض. فلذلك دائما بتلاقيه في الواجهة أكثر من الأمراض الثانية. حقيقة السرطان هو مرض خطير، وإن لم يكن الأخطر فهو ثاني أخطر مرض في العالم، ومثله مثل أي مرض خطير بيقتل عدد من البشر عالميا بالملايين. في غزة عندنا بالمئات. هذا المرض الخطير بيستوجب من كل العاملين بالمجال الصحي وبالمجال البحثي والجامعات أن يبذلوا جهد حقيقي لمواجهة هذا المرض. ما نقوم به نحن في قسم الكيمياء أننا نطالع الأدبيات العالمية في مجال البحث العلمي، ونعرف أن هناك عائلات من المركبات يمكن أن تستخدم في الصناعات الدوائية. بعضها يستخدم كمضاد حيوي، بعضها يستخدم لعلاج الروماتيزم، بعضها يستخدم لعلاج السرطان على سبيل المثال. هذه العلاجات هي بحاجة إلى تطوير دائم. فما نقوم به نحن في مختبرات قسم الكيمياء أننا نصمم أبحاث لتحضير مركبات عضوية جديدة. دورنا بيتعلق بتشخيص المرض أو تشخيص مرض السرطان، فلذلك إحنا مع جهات متعددة دائماً، يعني أي شخص حابب يبحث في موضوع السرطان يفترض أنه يبدأ من عندنا. فعشان هيك مؤسسات كثيرة بتبعث لنا طلاب أو باحثين للحصول على المادة اللازمة لعمل البحث. الجامعة الإسلامية جامعة متقدمة علمياً، جامعة مرموقة بين جامعات الوطن والجامعات العربية، وكان لابد لها أن تأخذ دورها في هذا الموضوع. ولذلك أنشأت الجامعة الإسلامية وحدة أبحاث السرطان سنة 2015، وهذه الوحدة انطلقت سريعاً. بالنسبة للجامعة الإسلامية اللي هو كان في عنا شراكة في موضوع كان بيقوده الدكتور صائب العويني من الجامعة الإسلامية. شاركنا في البحث هذا بالجزء الخاص فينا أو بالمرضى اللي تم تشخيصهم في مجمع الشفاء، والصراحة كان عمل رائع، وانتهى بأنه تم نشر البحث هذا في أحد المجلات العلمية. قسم البيولوجي والبيوتكنولوجيا وقسم الكيمياء بالجامعة الإسلامية وقسم التمريض وأقسام أخرى وكليات أخرى في الجامعة، زائد بالإضافة إلى جامعات أخرى ومستشفيات وزارة الصحة. وكل هذا التجمع كان هو عبارة عن وحدة أبحاث السرطان اللي هي بالأساس مهمتها شغلتين أساسيتين. الأولى أن تسهم في تحسين تشخيص المرض لمرضى السرطان سواء في قطاع غزة أو في العالم. النقطة الأخرى أو العامل الآخر اللي بنشتغل عليه هو تحسين طرق العلاج وإيجاد، يعني ممكن نقول، وسائل علاجية جديدة أو تقوية العلاجات الموجودة. طلبت قسم الكيمياء، طلبت ماجستير الكيمياء وأحياناً طلبت البكالوريوس يقومون بتحضير هذه المركبات وبالتأكد من تشخيصها، وأننا فعلا قد حضرنا المركب الصحيح الذي نريد أن نجري عليه عملية الفحص. بعد ذلك إذا كان المركب على سبيل المثال حضر لكي يفحص كمضاد حيوي، فإننا نتعاون مع الزملاء على سبيل المثال في قسم العلوم الصحية أو في قسم الأحياء، إذا حضر لكي يفحص كمركب يملك خواص ضد بعض أنواع الخلايا السرطانية، فإننا نتعاون مع الزملاء في قسم التكنولوجيا الحيوية.
الورم بالأساس والخلايا السرطانية بالأساس، أهم مشكلة عندها هو الانقسام اللامحدود وأنها لا تموت. فخلايا الورم السرطاني خلايا لها حياة أبدية ولها انقسام سريع، وهذا مختلف عن الطبيعي. خلايانا الطبيعية في الأساس لها قدرة على الانقسام، لكن هذه القدرة على الانقسام مضبوطة محدودة، قدرة مؤقتة تنتهي بفترة معينة. خلايا السرطان ليس لها انتهاء هذه القدرة، ولذلك تبقى في الانقسام. كيف نقتل وكيف نوقف انقسام خلايا السرطان؟ لاعب أساسي في هذه العمليتين، في هذه العمليتين اللي هو الإكيتي، بروتين اسمه إكيتي، وإحنا استهدفنا هذا البروتين، بمعنى حاولنا نوقف هذا البروتين بمركب كيميائي. هنا لابد أن أوضح أن العملية هي عملية تتم على مرحلتين في العادة. المرحلة الأولى أنه يتم الدراسة على خلايا سرطانية في خارج الجسم، يعني خلايا في أنابيب الاختبار وفي المختبر، فنلاحظ أن مجموعة من المركبات تضعف أو تقتل هذه الخلايا. إذا ظهر هذا النشاط، هذا يعطي مؤشر للإنسان أن ينطلق مستقبلاً، وهو بحث أكثر تعقيداً الحقيقة، لدراسة أثر هذه المركبات على الكائن الحي. لنا أكثر من بحث تم نشرهم عالمياً. أحد أهم هذه الأبحاث تم قبوله قبل أسبوع فقط للنشر في مجلة دولية في علم الأورام، مجلة محترمة. هذا البحث حقيقة بيدعم علاج مخصص بنسميه targeted therapy، علاج موجه. العلاج الموجه هو علاج دقيق، بمعنى علاج يستهدف مركب أساسي في خلايا السرطان، لا يستهدف الخلايا الطبيعية أو المركبات الطبيعية في الخلايا الطبيعية، وإنما يستهدف مركب واحد أو مركبين في خلايا السرطان. البحث هذا بتعلق بأحد البروتينات اللي بتكون موجودة في الأنسجة أو في الخلايا، وفي مرض السرطان أو سرطان الثدي تحديداً بيحصل فيها تغيرات أو ميوتيشن بنسميه، يعني طفرة باللغة العربية. كان يهدف البحث لدراسة هذا البروتين في حالات سرطان الثدي من ناحية كمية وتوزيعه في داخل الخلايا، ودراسة العلاقة بين وجود هذا البروتين في الخلايا السرطانية وبعض المعايير أو البراميترز بنسميها اللي بتتعلق بالمرضى. النتائج الأولية في هذا البحث من خلال زملائنا في قسم التكنولوجيا الحيوية استعملوا هذا المركب لدراسة تأثيره على خلايا سرطان عنق الرحم، ولاحظوا أن له تأثير يعني إيجابي، بمعنى أنه يضعف أو يميت هذه الخلايا. الآن هذه تمثل نقطة انطلاق للتوسع مستقبلاً لنقل مثل هذه الدراسة إلى داخل الجسم، ولتطوير المركبات إلى مركبات ربما تكون يعني أكثر فاعلية. في قطاع غزة لأول مرة يتم البحث بالشكل هذا بالشكل الموسع، لأنه كان يعني حصلنا على المرضى أو على العينات اللازمة من كل المصادر اللي بيتم تشخيص السرطان فيها، وبالتالي بحث بالشكل هذا بيكون له قيمة عالية، لأنه بيعكس الوضع في مجمل قطاع غزة، وضع البروتين هذا أو الطفرة هذه وعلاقتها بسرطان الثدي. حقيقة أبحاث السرطان بمعناها الحقيقي لم تكن موجودة في قطاع غزة منذ يعني 2014-2015. الآن وحدة أبحاث السرطان فقط بدأت هذه النقلة النوعية من 2015،
من أي إنجاز قامت به هذه الوحدة يعتبر إنجاز فريد، بمعنى إنجاز لم يحدث من قبل في القطاع، في قطاع غزة. هذا لا يعني إنه العالم لم يفعل ذلك، العالم يعمل ذلك وعندهم إمكانات أحسن من إمكاناتنا، لكن إحنا الآن بكل وضوح نجاري العالم، في نجاري أحسن مختبرات في أوروبا وأحسن المختبرات في أمريكا لإجراء هذه البحوث، وأنتجنا عدة بحوث. أنتجنا هذا المركب، اختبرنا هذا المركب، وقدمنا للعالم ما نعرفه عن هذا المركب وعن أثره. الآن ممكن إحنا نكمل على هذا المركب، وممكن أي جامعة في العالم أيضاً تكمل على هذا المركب لمزيد من الاختبارات عشان يصل إلى مرحلة عقار، لأنه إحنا لازلنا بنقول إنه في مراحله الأولى، في مراحله الأولى، وإن كان تم نشره عالمياً. الحقيقة الهدف أن يكون لنا مساهمة عالمية في هذا المجال، بمعنى أن كل العالم يعمل ويحضر مركبات، ثم تأتي شركات متخصصة وتدرس أي المركبات هي الأفضل، إلى أن ينتهي الأمر إلى أدوية. الإنسان يضع لبنة في طريق العلم، يضع اسم فلسطين، يعني عندما يوضع أبحاث في هذا المجال في مجلات عالمية مثل المجلة التي نشر فيها البحث، مجلة علم الأورام الأنكولوجي، لا شك أننا يعني نضع اسم لفلسطين في هذا المجال. ندرب الطلاب سواء في قسم الكيمياء أو في قسم الأحياء والتكنولوجيا الحيوية على الانطلاق في البحث العلمي، نتحرك للأمام في مجالنا، وهذا يعني بحد ذاته يعتبر فخر ومكسب للجامعة الإسلامية. والله الجامعة الإسلامية يعني هي من المؤسسات المميزة في البلد، وسمعتها كجامعة وأدائها كجامعة أداء مميز بالتأكيد يعني. وبالنسبة للطلبة اللي بنشوفهم يعني طلبة مميزين ولامعين بالأغلبية.